تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من تكافل، ونبدأ بموضوعنا الأول. تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد بالأمس في جنيف بتقديم نحو مليار دولار كمساعدات لأفغانستان بعد تحذيرات من الأمم المتحدة من كارثة وشيكة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الشعب الأفغاني بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والخدمات الصحية ومياه للشرب والصرف الصحي، وتواجه البلاد وضعا مريعا للغاية وصراعا مطولا وجفافا شديدا إضافة إلى وباء كورونا، وأن ما يقرب من نصف السكان بحاجة بالفعل إلى المساعدة. حول هذا الموضوع نستضيف اليوم من كابول الصحفي والباحث في الشأن الأفغاني الأستاذ نصير أحمد طاهري، وأيضا معنا من كابول الأستاذة الجامعية الدكتورة نهى الأفغاني، ومن القاهرة المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأستاذة عبير عطيفة. أهلا وسهلا بضيوفنا، وأبدأ معك أستاذة دكتورة نهى الأفغاني الأستاذة الجامعية من كابول، شكرا لانضمامك إلينا عبر خدمة الإسكايب، تحية لك. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. بداية دعينا نتحدث عن مؤتمر المانحين الذي عقد بالأمس والذي تعهد بمليار دولار مساعدات إنسانية. يعني هذا يأتي في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة، كيف تصفين الوضع الآن في أفغانستان؟ تفضلي سيدتي. شكرا لكم. طبعا يعني هذا الوضع المأساوي هو ليس يعني وليد اللحظة، وإنما هذه تركة يعني ثقيلة يعني ألقت بها الحكومات السابقة على كاهل الحكومة الجديدة، وهذه مشكلة معقدة ليست مشكلة بسيطة، لها يعني أبعاد كثيرة ولها يعني جذور يعني عميقة، ليست مشكلة بسيطة. الآن أصل المشكلة الغذائية يعني أظن أن المشكلة هي في السيولة المالية، لأن يعني دولة أفغانستان هي في الأصل دولة زراعية، يعني فيها معظم الأراضي هي أراضي زراعية، وهناك أيضا يعني كميات كثيرة من الماء والأنهار التي تكفي، يعني لو كان هناك سياسات حكومية وسياسات يعني زراعية صحيحة كان يمكن يعني استغلال هذه الأراضي وهذه المياه، وكان ممكن أن تكتفي أفغانستان وبالعكس على أن يعني تصدر للدول المجاورة. ولكن للأسف يعني بسبب من الحروب المتتابعة والحكومات الفاسدة وهذه الأمور الآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. يعني أنا يؤسفني يعني حين أسمع هذه الأخبار أن هناك دول يعني تتمنن وتتصدق يعني على أفغانستان، فهذا يعني للأسف هذا من ناحية. من ناحية أخرى نعم دكتورة نهى، اسمحي لي أنتقل الآن إلى الأستاذة عبير عطيفة وهي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، أنت معنا من القاهرة، شكرا لانضمامك إلينا. يعني نتحدث عن الوضع الكارثي الذي تعيشه أفغانستان اليوم. قالت ضيفتنا قبل قليل من كابل الدكتورة نهى الأفغاني بأنه الأمور ليست وليدة اللحظة، هذه المشكلة الإنسانية هي مشكلة تراكمية. أنتم في سيدتي الكريمة ومن خلال مركزكم ومتابعاتكم للشأن الأفغاني، كيف ترون الوضع الآن فيما يخص وضع الإنساني للشعب الأفغاني، وتحديدا نتحدث هنا عن مصير اللاجئين الأفغان؟ طبعا بداية نحن بتتكشف أمام أعيننا أزمة إنسانية ذات أبعاد ربما لا تصدق في أفغانستان. طبعا هذه الأزمة نمت في حجمها وتعقيدها
يعني منذ انسحاب القوات الدولية وسيطرة حركة طالبان، ولكنها ليست وليدة اللحظة. حتى قبل استيلاء طالبان الأخير على السلطة كان هناك حالة طوارئ في أفغانستان بالغة التعقيد، واحد من كل 3 أفغان بيواجهون انعدام الأمن الغذائي وجوع شديد، لأن البلاد بتكافح مع موجة الجفاف الثانية في 3 سنوات. أيضا هناك نزوح لأكثر من 500,000 شخص فقط في هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص نازحين داخليا منذ فترات طويلة. الجزء الأول من هذا العام أيضا شهد انخفاض في هطول الأمطار، مما تسبب في تلف حوالي أكثر من 40% من المحاصيل الزراعية بسبب هذا الجفاف. والآن الشتاء يقترب بسرعة والسباق مستمر لإدخال الغذاء إلى البلاد، وعلى الأخص في المناطق، وضعها في المناطق الاستراتيجية قبل أن تقطع الثلوج مساحات كبيرة، ولا نستطيع الوصول إلى من يحتاج إلى هذه المساعدات بصورة عاجلة. برنامج الأغذية العالمي بيحتاج بصورة سريعة إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة 14 مليون شخص ما بين الآن ونهاية عام. ولكن دكتورة عبير، دعيني أتوقف هنا عند مسألة إيصال هذه المساعدات. يعني سمعنا أنه المجتمع الدولي، بعض المؤسسات الدولية ترفض تسليم هذه المساعدات إلى طالبان لتوزيعها على المحتاجين، لماذا؟ طبعا أولا في أي مكان بنعمل به عملية التوزيع بتتم من قبل برنامج الأغذية العالمي وشركائه، لا يتم تسليم المساعدات الغذائية إلى أي سلطة محلية. دائما عملنا هو يعني عن طريق عمل البرنامج، بالإضافة إلى الشركاء المحليين، وهي منظمات حكومية غير حكومية أهلية بتعمل معنا منذ فترات طويلة، وطبعا بتكون خاضعة لشروط كثيرة، ويجب أن لا يكون هناك أي انخراط في السياسة أو حتى ليس لهم دور في تحديد من يحتاج من يحصل على المساعدات. البرنامج نحن نعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم، وعندنا بنعمل تحت إطار المبادئ الإنسانية، وأهمها عدم التدخل من أي سلطة في عملنا الحيادي، ونقوم بالعمل بصورة حيادية. عملية توزيع المساعدات وتحديد من المستفيدين تتم من قبل البرنامج، ولن نسمح لأي سلطة سواء كانت محلية أو غير محلية بالتدخل في هذا. ولكن أستاذ عبير، ألا تعتقدي بأنه هذا سوف يخلق عائقا، خاصة أن طالبان اليوم تحكم البلاد ومن نواحي أمنية هي المسيطرة، وبالتالي تحتاجون إلى التنسيق مع أكيد التنسيق مطلوب، والتنسيق أعتقد أن هناك في قنوات فتحت للحوار وللتنسيق، فالتنسيق شيء، وتسليم المواد الإنسانية والغذائية إلى سلطة معينة شيء آخر. ويعني هذا ما يعني أفغانستان ليست مختلفة عن عملنا في اليمن ولا في سوريا ولا في جنوب السودان، نحن نعمل في 80 دولة حول العالم بنفس المبادئ، وبالتالي أفغانستان ليست استثناء لهذه القاعدة. اسمحي لي سيدتي، انضم إلينا الآن الصحفي والباحث في الشأن الأفغاني من كابل الأستاذ نصير أحمد طاهري. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين الأعزاء. شكرا جزيلا. مؤتمر المانحين بالأمس في جنيف تعهد بمليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. باعتقادك ما هي العراقيل التي سوف تواجه إيصال هذه المساعدات؟ أنا أعتقد شخصيا أن المساعدات، ما دامت الدول يعني وافقت على تلك المساعدات، المساعدات ستصل إلى أفغانستان، وبالتالي فإن الحكومة المؤقتة الحالية لديها ربما مشاكل كثيرة في النواحي الأخرى، مثلا العلاقات مع الدول أو العلاقات مع الأطراف السياسية الأخرى، لكن أعتقد أن تقديم المساعدات عبر هذه الحكومة أكثر شفافية وأكثر صدقا، لأن كما تعرفون الحكومة الحالية مكونة من
شخصيات دينية، وهؤلاء باعتقادي يعني يتحملون في اعتقادهم مسؤولية المساعدة للفقراء، طبعا ملهمة من الإحساس والمشاعر الإسلامية، ولأن الحكومة السابقة كانت في اعتقادي وحسب الرأي الأفغاني تعتبر من أكثر الحكومات يعني فسادا من الناحية السياسية والإدارية والمالية، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية وإن كانت هناك عراقيل مثل عدم التنظيم وعدم وجود آليات يعني مثل البنوك ومشاكل أخرى، لكن في اعتقادي أن الحكومة الحالية في ناحية توزيع المساعدات وإيصالها إلى المستحقين أكثر استعدادا وأكثر يعني موفقا لوجود الشفافية والمصداقية بالنسبة للحكومات السابقة لأفغانستان. ولكن هذه المساعدات كما ذكرت ضيفتنا من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، قالت بأنه هذه المساعدات سوف يتم إرسالها من خلال طرق أخرى وليس من خلال السلطات الحاكمة الآن في أفغانستان. طبعا لا شك أن يعني ما زال الوقت هناك، يعني لم يتم تنفيذ آلية إرسال المساعدات، وبالتالي طبعا لا شك أن لتلك الدول المانحة أو التي قامت بتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني لا شك أن لديها أيضا شروط. نعم. وبالتالي من خلال الشروط التي تقدمها ومن خلال تقبل طالبان لتلك الشروط والوصول إلى موافقة نهائية ووصول الأموال في المرحلة الأخيرة إلى أفغانستان، يعني يتم يعني تحديد ما إذا كانت تصل إلى الشعب الأفغاني أو المستحقين بشكل عام، هل تصل إليهم بشكل أفضل أم لا. طبعا ننتظر حتى النهاية والتوافق أولا، ومن ثم وصول تلك الأموال إلى أفغانستان. طبعا كما أسلفت أن يعني الحكومة المؤقتة الحالية لديهم أكثر إنسانية وأكثر إحساس ومشاعر، وهذا ما نأمله أستاذ نصير أحمد طاهري. سؤالي لك اليوم في مؤتمر صحفي، الحكومة الانتقالية الأفغانية تقول أنه يعني هم مستعدون لأن يبنوا علاقات قوية مع المجتمع الدولي مع كل الدول، ولكن طلبوا من دول العالم أن لا تضغط على أفغانستان. ماذا يعني ذلك؟ طبعا كان هناك انقطاع بالصوت، فهمت الجزء الأخير. طبعا يعني أفغانستان حاليا تشهد مرحلة صعبة ومرحلة انتقال للسلطة، وطبعا هناك أمامنا مفاوضات وأيضا أمامنا حكومة تشاركية من المحتمل أن تقام يعني في ظل التفاوضات سواء مع الجبهات الداخلية أو الدول الإقليمية ودول العالم. كل ذلك طبعا يعني وبالتالي القضية الهامة والقضية لها الأولوية هي وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني بطريقة يعني أسرع وعبر محاولات جادة من قبل الدول العالمية والدول الإقليمية، خاصة الدول العربية والإسلامية، لأن الشعب الأفغاني في ظل توقف الدوران الاقتصادي وفي ظل التحول أو يعني تغيير الحكومة لا شك أنهم يعانون ظروف سيئة جدا جدا، وبالتالي في حال عدم وصول المساعدات بشكل أسرع فنحن من المحتمل أن نشهد لا سمح الله كارثة إنسانية من المجاعة والفقر وغيرها من يعني الجرائم. يعني نتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي حتى لا تحدث هذه الكارثة الإنسانية. اسمح لي سيدي، أرجو أن تبقى معي، أعود إلى الأستاذة عبير عطيفة. سيدتي الكريمة، الأمم المتحدة طالبت جيران أفغانستان بالإبقاء على الحدود مفتوحة وحذرت من كارثة إنسانية، ونتحدث هنا عن نزوح أو هروب إن صح التعبير الكثير من الناس إلى دول أخرى خوفا من حكم طالبان، هذا ما قالته التقارير. يعني كيف تتعاملون مع هذه الأزمة، أزمة اللاجئين، ولماذا تترك الحدود مفتوحة؟
طبعا بالنسبة لعملية أزمة اللجوء، هي في كل يعني مع كل تغيرات بتشهدها أي دولة أو أي منطقة، وعلى الأخص عندما يكون هناك خوف، أو طبعا الناس لها حق مشروع في يعني اللجوء، ولكن طبعا كثير من هذه الدول أغلقت حدودها لأسباب كثيرة. بالنسبة لعمل برنامج الأغذية العالمي، نحن نعمل في طبعا استعدادات مع هذه الدول في حالة وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يرغبون إلى اللجوء، وتوفير المواد الغذائية في بعض المناطق الحدودية. طبعا أعتقد الشأن الأفغاني وعملية اللجوء، كان هناك زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة، وأعتقد أن تم مناقشة هذا، لكن يعني ليس لدي معلومات كثيرة كوني لا أعمل مع مفوضية اللاجئين، وأعتقد أنهم يعني ربما سيكون هناك تقدم في الأيام المقبلة بسبب زيارة المفوض السامي. نعم، اسمحي لي سيدتي أذهب إلى الدكتورة نهى الغفغاني، الأستاذة الجامعية من كابول. سيدتي الكريمة، عدت لنا يعني ونحن نتحدث عن موضوع الحكومة المؤقتة وما تطرحه من ضمانات لطمأنة الشعب الأفغاني اللي جزء منه حاول الخروج من البلاد بعد سيطرة طالبان على البلاد. باعتقادك، حسب ما قال ضيفنا قبل قليل الصحفي الأستاذ نصير أحمد طاهري، بأنه واضح أنه هذه الحكومة أكثر شفافية، وبالتالي ستحاول جاهدة يعني تسهيل مرور هذه المساعدات إلى المحتاجين. أنت كيف تقرأين الوضع؟ نعم، بالنسبة لي يعني كما قال صحفي سابق، أظن أن كلامه دقيق، لأن يعني هذه الحكومة هي تمتاز بالنزاهة يعني بالبعد عن يعني الفساد، ويعني بالرغم من كل الأمور الأخرى، ولكن هذا يعني أمر يشهد لهم. الآن قضية أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، أن هذه المساعدات يعني هي مساعدات آنية. الآن يعني حين تعطي لكل عائلة مثلا مقدارا من يعني من الأغذية، من الأغذية الأساسية، يعني هذا إلى أي مدى يفيدهم في يعني في مرحلة مؤقتة؟ هذا لا يحرك صح. يعني الحركة الاقتصاد يعني لا تتحرك، وبالتالي هي يعني مساعدات مفيدة ولكنها ليست بذلك الأهمية. الأهم الآن في هذه المرحلة أن الاقتصاد الكامل يتحرك. الآن الاقتصاد في أفغانستان راكد، والسبب في ذلك أن المعاشات الرواتب منذ عدة شهور لم تصرف للموظفين، فبالتالي هناك معظم الناس الآن يعني كثير من الناس يعني يبيعون يعني مستلزمات البيت حتى ينفقوا وحتى يعني يشتروا الطعام. فالآن لا يوجد دورة اقتصاد، لا يوجد دورة في السوق، فلذلك هذه لن تفيد. يعني الأمر الذي يفيد حقا للاقتصاد أو للإنسان الأفغاني أن يكون هناك يعني حركة الاقتصاد مرة أخرى تتحرك، أن يكون هناك، إذا كان هناك دول مثلا تضمن أن تقدم مثلا مساعدات في مثلا الرواتب الحكومية أو يعني على هذا المستوى، ممكن أن يتحرك الاقتصاد، فالكل الجميع سيستفيد. أما مجرد يعني مساعدات غذائية أو دوائية توزع هنا وهناك ويعني تنتهي في وقتها، يعني بظني أن هذه يعني مساعدات يعني مفيدة، ولكن ليس نعم. بذلك القدر الذي نطمح إليه. نعم، كلام مهم حقيقة أستاذتي الكريمة. وبما أنك دكتورة نهى الأفغاني، أنت أيضا مهتمة بشأن المرأة، أود أن أسألك فيما يخص ما سمعناه من إعلان طالبان، أعلنت قواعد جديدة بشأن تعليم البنات، خاصة بعد اللغط الذي حدث في البداية والخوف بأنه لا يوجد تعليم للمرأة، المرأة لن تعود إلى عملها. التقارير الأخيرة تشير عكس ذلك، وأود منك أن تشرحي لنا يعني وضع المرأة الأفغانية الآن، خاصة مع هذه القواعد الجديدة، حيث أعلن طالبان بأنه من حق المرأة أن تتعلم وتعود للعمل. نعم، بالنسبة للجامعات، الآن الجامعات الخاصة في أفغانستان تقريبا منذ أسبوعين بدأت الدروس فيها وبدأت الدراسة بشكل منتظم، لأن الجامعات الخاصة هي يعني غير مختلطة، صفوف فيها يعني مفصولة الذكور عن الإناث. أما بالنسبة للجامعات الحكومية، وعن يعني أنا بنفسي أنا أستاذة في جامعة حكومية، فحتى الآن لم تبدأ الدروس، والسبب في ذلك أنهم يريدون الفصل يعني ما بين الذكور والإناث، وهذه العملية
ليست سهلة، لأنها تحتاج يعني لكثير من التنظيم وترتيب الأمور، وهناك يعني عدد الأستاذات أيضا السيدات يعني أقل بكثير من عدد الأساتذة الرجال، وهذا أيضا مشكلة. هناك بعض التخصصات مثلا يكثر فيها مثلا عدد الطلاب الذكور أكثر من الإناث، أو الإناث أكثر من الذكور في بعض الصفوف الأخرى، فيعني هذه أمور فنية يعني تحتاج لإعادة تنظيم وترتيب. أما بالنسبة للتعليم بشكل عام فهم لم يمنعوا ذلك، والدليل أنهم يعني سمحوا للجامعات الخاصة بأن يعني تستمر في تعليمها، وهذه خطوة يعني كنا ننتظرها، ونحن يعني سعيدين ومتفائلين بها، لأن كنا قبل وصولهم إلى الحكم يعني كنا في حالة من الخوف ومن القلق أن هناك مانع للبنات في الذهاب إلى الجامعات. فيعني الأمر يحتاج إلى وقت، وهذا ما سيحدث. بالنسبة للوظائف في الوزارات وفي الدوائر، يعني حسب ما يعني أنا رأيت وسمعت في بعض الوظائف عادت النساء إلى أعمالهن، وطبعا بشكل يعني يتم الفصل، يعني مثلا يجلسن في غرفة منفصلة أو هكذا. في بعض الوزارات حتى الآن لم تعد الموظفات يعني النساء إلى أعمالهن، طبعا لأن يعني بعض الأمور تحتاج لإعادة تنظيم وترتيب، ولكن يبدو أن يعني الحكومة الحالية تختلف تماما، يعني هناك يعني إصلاحات كثيرة جاءت، وهناك يعني مراجعات وتصحيحات كثيرة بالنسبة لي يعني فترة حكمهم السابقة، التي يعني في تلك يعني المرحلة السابقة منعوا تماما النساء من الذهاب إلى العمل وأغلقوا ولكن الجامعات. الحكومة المؤقتة أو الحكومة الجديدة إن صح التعبير عليها يعني مسؤولية كبيرة الآن في إقناع الشعب الأفغاني بأنه الأمور تتجه نحو الاستقرار، خاصة أنه شاهدنا في الأسابيع الماضية هجرة الكثيرين. نعم طبعا الأمور تحتاج إلى وقت، يعني حتى الآن يعني الجميع يعني يعيش في حالة قلق، يعني بالرغم من هذه التطمينات وبالرغم من هذه الرسائل يعني المبشرة والتي تدعو إلى التفاؤل نوعا ما، ولكننا يعني حتى الآن ننتظر ونرى، يعني نراقب بحذر ما الذي ستؤول إليه الأمور. فأما بالنسبة يعني حركة الهجرة، فهذه ليست يعني أيضا هذه المشكلة ليست فقط يعني مشكلة الحكومة الحالية، لأن حالة الفقر والحالة يعني الاقتصادية السيئة جدا التي يعاني منها الشعب الأفغاني هي التي تدفع بالناس دفعا، يعني يجبر الإنسان إجبارا على ترك وطنه والهجرة للبحث عن مكان آخر، يعني للبحث عن يعني لقمة العيش. فهذه يعني أمور كانت موجودة منذ السابق، وكانت أعداد الأفغان الذين يهاجرون يوميا يعني هناك آلاف من الأفغانيين الذين يهاجرون، هذا ليس جديدا، وإن كان الآن أصبح الأمر أكثر ويعني تم تسليط الضوء عليه بشكل أكثر. فالآن أمام الحكومة الجديدة هناك يعني تحدي كبير جدا، وهو تحدي إعادة الثقة ومد جسور الثقة مع الشعب الأفغاني، لأن الشعب هذا يعني ينظر للحكومة الجديدة يعني ويتأمل، لأن يعني تعب هذا الشعب الأفغاني متعب جدا، منهك جدا، الفقر والحروب المستمرة والبطالة ويعني مشكلات كثيرة جدا. الآن هو ينظر يعني إلى أي أحد يأتي ويخلصه من هذه المشاكل فهو سيقبل به، ليس عنده مشكلة. نعم. المهم أن تنتهي المشكلات الاقتصادية، أن تحل هذه الأمور، وهي نعم. ليست سهلة. اسمحي لي دكتورة نهى، أرجو أن يسمح وقتك بالبقاء معنا. لن أطيل عليك، أعود إلى الأستاذ نصير أحمد طاهري. أستاذ نصير هل تسمعنا؟ أستاذ نصير؟ نعم أسمع، ولكن الصوت. أستاذ نصير، يعني ضيفتنا دكتورة نهى ذكرت مسألة جوهرية ومهمة، بأنه هذه المساعدات مهما كان حجمها هي آنية لفترة محددة، بينما الشعب يحتاج إلى مشاريع تنمية، إلى تطوير في البنى التحتية حتى يتمكن من العيش بكرامة، وفي نفس الوقت لا يفكر في الهجرة خارج البلاد. رأيك بهذا الكلام؟ طبعا وافقها الرأي، لأن يعني كان القصد من تعليقي أن هذه المساعدات تعتبر عاجلة، وفي حالة اضطرارية ما تشهده البلاد والمواطنون الأفغان لا شك أنها تفيد كثيرا، وبالتالي هي تكون جزء من الحركة الاقتصادية في البلاد، وطبعا تزيد من يعني العرض والطلب بين المواطنين الأفغان في التجارة وما إلى ذلك، وبالتالي اعتبرها وافقها الرأي في أن طبعا الاقتصاد الأفغاني متوقف تماما، وهذا الموضوع طبعا يحتاج إلى يعني تقديم مساعدات للحكومة وبشكل أسرع أيضا، حتى يتم تحريك الاقتصاد الأفغاني وحصول الدوران للاقتصاد الأفغاني
طبعا هذا يتوقف طبعا كما أسلفت على يعني مزيد من المفاوضات بين الأطراف المحلية وبين حركة طالبان من جهة والدول العالمية والدول الإقليمية من ناحية أخرى. طبعا لا شك أن الأوضاع في أفغانستان من جميع النواحي متضررة جدا بسبب التغيير الحكومي والفساد الإداري التي كانت تشهدها في حكومة أشرف غني، الذي يعني كانوا طبعا حسب الرأي الأفغاني جميع المسؤولين فيها كانوا يعني متهمين بالفساد الإداري والمالي، وهربوا كثيرا من أموال البلاد إلى خارج أفغانستان. وبالتالي طالبان نشهد عكس ذلك، هم يعني غير متهمين في هذا الجانب، مع أنه توجد مشاكل أخرى يعني للأمارة الإسلامية. طبعا كما ذكرت يعني ضيفتكم الكريمة، هناك طبعا يعني ترقب من جميع الأطياف السياسية والفئات الأفغانية، مثلا حقوق المرأة وحقوق التعليم، حقوق العمل للمرأة وما إلى ذلك. طبعا نحن نترقب وننتظر يعني ما يعني تحدده الحكومة في الفترات القادمة. طبعا لا شك أن على طالبان أن يعني تعيد النظر في كثير من قراراتها، طبعا القرارات التي تتعلق بالشريعة الإسلامية. لا شك أن الشعب الأفغاني جميعهم مسلمون ويتقبلون ما يعني يأمر به أو تأمر به الشريعة الإسلامية، لكن ما يتعلق ببعض القضايا الشخصية ويعني المعمولة والمروجة في البلاد العربية والإسلامية، لا شك أنها تواجه يعني لا شك انتقادات ويعني معارضة من قبل الفئات الأفغانية المختلفة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، الصحفي والباحث في الشأن الأفغاني، كنت معنا من كابل الأستاذ نصير أحمد الطاهر، شكرا على هذه المشاركة. عودة لك ضيفتنا من القاهرة الأستاذة عبير عطيفة. سيدتي الكريمة، أكيد سمعتي ما تفضل به ضيوفنا، ما هو المطلوب بالفعل؟ يعني هناك ضيوفنا يتحدثون عن تنمية مستدامة، عن مساعدة مستمرة لإنقاذ هذا الشعب من براثن الجوع، ونحن نتحدث عن برامجكم وخلال تجارب كبيرة خطوها في البلدان التي تشهد نزاعات أو حروب أو أنهكتها الحروب إن صح التعبير. ما هو المطلوب من أجل ديمومة هذه المساعدات بحيث تتحول إلى مشاريع تخدم الناس، يعني حتى لا تعيش طيلة حياتها على مساعدات غذائية من هنا وهناك؟ هو طبعا عادة ما يتركز عمل برنامج الأغذية العالمي على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي إنقاذ الحياة وإنقاذ الأرواح عن طريق المساعدات الغذائية العاجلة، لأن الغذاء طبعا شيء أساسي بيحتاجه الإنسان يوميا حتى يستطيع أن يواصل حياته. وبالتالي المرحلة الأولى في أي مرحلة بيمر بها المجتمع هي عملية يعني توزيع الغذاء واستقرار الأمور على الأقل من ناحية الأمن الغذائي. بعد هذا وعندما يتم يكون هناك عملية استقرار، بيتم العمل على بعض المشاريع التي تساعد الأسر على يعني تحسين كفائتها والتعامل مع هذه الأزمة وجعلها أكثر صلابة، بمعنى التوزيع التركيز أو التحول من تقديم الغذاء إلى تقديم المساعدات النقدية، بعض المشاريع التي تساعد هذه الأسر على تنمية يعني مهاراتها حتى يستطيعوا على الأخص في المجال الزراعي، لأن معظم الأشخاص اللي يعانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد بيكونوا صغار المزارعين وفي المناطق الريفية، وبالتالي بيكون هناك عمل على يعني تحديث أو يعني رفع كفاءة هذه الأسر من في العملية يعني العمل في المجال الزراعي
بالإضافة أيضا إلى المشاريع المدرة للدخل للأسر حتى تستطيع توفير ما تحتاجه من المساعدات الغذائية بدون أي مساعدات خارجية. الآن ما تحتاجه أفغانستان هي طبعا أول شيء هو الدعم المادي من الدول المانحة. برنامج الأغذية العالمي بيعمل في المقام الأول على التبرعات التطوعية من الدول المانحة، وبالتالي ليس لدينا ميزانية محددة لأي دولة من الدول، ولكن عندما تحدث أزمة بيتم حشد لكن الدعم. أستاذة عبير، هل هذه المساعدات ستصل بشكل سريع خاصة أنه الأزمة لا تتحمل الانتظار؟ طبعا يعني احنا على اتصال دائم بالدول المانحة، لكن هناك طبعا مشكلة بتواجه العالم، وهي ان هناك كثير من الازمات. هناك يعني حوالي 5 ملايين شخص في اليمن على حافة المجاعة، هناك ايضا ازمة في انعدام الامن الغذائي في جنوب السودان طبعا بالاضافة الى افغانستان، وبالتالي للاسف الموارد قليلة والمشاكل اكبر. لكن اعتقد ان سيكون هناك، ونتمنى ان يكون هناك تجاوب سريع من المجتمع الدولي. بالإضافة إلى هذا طبعا بنأمل أن يتم استمرار إفساح المجال لنا للعمل في أفغانستان من قبل حركة طالبان، وأن يكون هناك في تجاوب وترك مساحة لعمال الإغاثة والعمل الإنساني للعمل بصورة يعني فيها استقلالية. بالأمس أول أمس تم استئناف الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة والتي يديرها برنامج الأغذية العالمي، حيث وصلنا إلى 4 مدن في أفغانستان وهي كابول، قندهار، مزار الشريف، وحيرات لأول مرة منذ بداية هذه الأزمة في الشهر الماضي. طبعا أيضا تم تيسير خط جوي، جسر جوي عن طريق برنامج الأغذية العالمي، وهو الذراع اللوجستي لمنظمات الأمم المتحدة، حيث تم نقل بعض المواد الطبية والمكملات الغذائية للأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعتقد الفترة المقبلة سيكون هناك فيها يعني عملية نشاط أكثر في تسيير هذه الخطوط الجوية. تم بالأمس نقل العديد من موظفي الإغاثة إلى داخل أفغانستان بعد أن خرج بعض منهم في بداية هذه الأزمة. وبالتالي يعني الخطوات الأولى موجودة، المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية موجودة في داخل أفغانستان، وأعتقد أن يعني هذا يعني لا يترك مجال للشك أن برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة لن تتخلى عن أفغانستان في هذه الظروف الصعبة. شكرا جزيلا لك المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة الأستاذة عبير عطيفة، كنت معنا عبر خدمة السكايب من القاهرة، تحية لك. عودة إلى الدكتورة نهى، وعذرا دكتورة نهى أطلت عليك، ولكن أود أن تحدثينا يعني بعجالة أو خلاصة عن ما يتمناه المواطن الأفغاني اليوم في ظل كل هذه الأوضاع، في ظل جائحة كورونا التي فاقمت من أزمة الأوضاع الاقتصادية اليوم في البلاد، هناك أزمة صحية تواجه المواطن أيضا المواطنين في أفغانستان، وبالتالي هناك عدم استقرار أمني لحد اللحظة، الكل يتأمل خيرا، ولكن هناك أيضا مخاوف كثيرة لدى هذا الشعب. من خلال متابعتك وأنت موجودة في كابول وترين الناس بشكل يومي، ما هو همهم الأول؟ ما هي أولوياتهم؟ نعم، طبعا كما قلت قبل قليل، الشعب الأفغاني الآن يعني متعب ومنهك تماما وقلق جدا وخائف، يعني ينظر إلى المستقبل بعين يعني يعرف أن الأمور غير واضحة، لا يعرف ما الذي ينتظره. المشكلة الأساسية هي المشكلة الاقتصادية الآن، هذه المشكلة الاقتصادية يعني إذا وصلت إلى يعني حد يعني صعب جدا، يعني حتى الإنسان يعني نفسيا وروحيا هو يعني يصبح عنده معاناة نفسية، ليس يعني أنا أرى معظم الناس الآن أصبحوا في حالة من يعني كأنهم يعني في حالة من يعني الهستيريا أو من في حالة من المرض النفسي، يعني خصوصا الآباء والأمهات يعني لا يعرفون ماذا يفعلون، كيف أؤمن أبنائي، كيف يعني أحضر لهم الطعام، كيف أؤمن لهم حياة كريمة. كل أب وأم يعني يتمنى أن يعني يعيش أبنائه حياة كريمة، أن يتلقوا تعليما جيدا، حياة جيدة،
مكان مناسب، مكان للعيش، مدرسة حقيقية مناسبة، تعليم حقيقي. فلذلك الآن هذا ما يريده الشعب الأفغاني. يعني لا الأفغاني الذي يهاجر والذي يهرب إلى الخارج، ولا يريد أن يعني ويعرف أن الأمور في الخارج صعبة، ليست سهلة، ولكنه فقط يريد حياة كريمة، لا يريد أكثر من ذلك. حياة كريمة ومناسبة حتى يعني في الحد الأقل من يعني الحد الأدنى، لا يريد رفاهية عالية جدا أو مستوى عالي من الحياة، فقط أن يكون يعني حياته كريمة وأبنائه يعيشون حياة يعني بدون الحاجة إلى الآخرين، وبدون يعني مد يد يعني مساعدة. يعني السؤال أو الحاجة للآخرين. هذا ما يريده الشعب الأفغاني، وهذا ما يتمناه على الحكومة الحالية. يعني نحن يعني نأمل من الحكومة، بما أنها يعني بعيدة عن الفساد وبعيدة عن يعني هذه الأمور التي كانت مستشرية، الفساد والرشاوة وهذه الأمور التي كانت مستشرية في الحكومات السابقة، نتمنى أيضا أن يكونوا يعني أن يتعاملوا بذكاء، وأن يعني يحاولوا يعني عقد الصفقات ويعني جلب الاستثمارات وجلب التعاون الخارجي وجلب التمويل الخارجي، لأن أفغانستان يعني بلد ترابها هو عبارة عن ذهب، ولكنه يحتاج لسياسات حقيقية، سياسات اقتصادية وزراعية وسياسات اقتصادية قوية مناسبة، حتى يعني نستفيد من هذه يعني البلد التي حباها الله بخيرات كثيرة، ويعيش أهلها يعني بهذا الفقر وبهذا العوز. نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الأستاذة الجامعية الدكتورة نهى الأفغاني، كنت معنا من كابول عبر خدمة السكايب، تحياتي لك وأكيد للحديث بقية. شكرا مشاهدينا.